خاوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الآن راني في غرفة على بالي بلي راهي مخلطة كاع كيما راكم تشوفوا، مانيش رايح نلعبها زعما إنسان خشينو كامل. لا غالب خاطري كنت فوق راه جبت حوايجي، كنت غسلتهم وجبتهم نشفو قاعدين. اليوم رانا في كوالالمبور خاوتي، وبغيت نشارك معكم يوم هكذا خفيف ظريف. على كل حال يوم خلاص، لأنه دوكا راه قريب غروب الشمس، وحبيت نوري لكم النظرة تاعي من الغرفة تاعي. هذاك لكم تشوفوا فيه الغاد هو برج التوأم. الحمد لله ربي راه موفقني باش نكون في غرفة اللي مقابلة برج التوأم خاوتي. ايماجينو الحمد لله. السعر تاع هذه الغرفة جاية في يعني ابارتومون، في شقة اللي كاينين فيها أربع غرف، كل واحد يكري غرفة، وعندنا يعني كوزينة يعني المطبخ مشترك، ومرحاض مشترك ما بين غرفتين، يعني غرفتين عندهم مرحاض، وغرفتين وحدة أخرى عندهم مرحاض وحدة أخرى. فبالتالي الحمد لله خالتي، السعر تاع هذه الغرفة هو خلصتو أعتقد 12 ولا 13 دولار لليلة الواحدة. ودوكا رانا رايحين نخرجو نروحو نضربو جولة خفيفة في مدينة كوالالمبور، باش نوريكم الأجواء تعيشوها معايا في هذه المدينة الجميلة الرائعة. ما نخليها لكمش في خاطركم خالتي. ها هي من الكوزينة اللي راني فيها كما راكم تشوفوا، فيها هنايا كاع صوالح، في هذه الجهة ديرو الصوالح اللي تقدر تشاركهم مع الناس اللي راك معاهم. أيوا من بعد عندك لهنايا ميكرووند، عندك هنا كويزينيير، عندك وين تغسل مانك، عندك طابلة. والقاعدة الرئيسية في هذا المكان هي أنك تخلي كل شنقي، فبالتالي خاطي خلونا كل شنقي. المهم نخرجوا دوكا، هذا هي الباب، نمشيو غير بليغا ونقلبو. فوالا، وهذا هي الاستقبال تاع هذا المكان اللي راني فيه، هي عبارة عن ريزيدونس. هيا هذه هي، احنا نخرجو من الباب. كيفاش ندير باش تخرج من الباب؟ لازم تعبز هنا خاطي، دير هكذا ومن بعد باش تحل الباب، سينو ما تجبدش. وبسم الله رانا خارجين نكتشفوا شوارع مدينة كوالالمبور. المهم خاوتي، حبيت نقول لكم باللي الميديتي راهي سخانة، راهي تضرب للوجه ديك السخانة. صباح اسكت، صباح شو السخانة، الحرارة خاوتي والله غير صراحة. انا خرجت دوكا قلت ندير لكم فيديو، قلت راهي 6 5 ونص واقيلا راهي تاع العشيه، قلت الواحد هذيك هي يخرج راهو شويه برد الحال، يدير لكم فيديو خفيف، فلوق خفيف يسيي فيه الكاميرا، وانتم تستمتعوا بالكاليتي وتستمتعوا بالمناظر الجميله هذه اللي راكم تشوفوا فيها لهنايا. ولكن خاوتي والله غير سخانه، بصح معليش خاوتي نوريكم الاجواء لهنايا. كما راكم تشوفوا كوالالمبور الشوارع تاعها نقايه بزاف، والناس هنايا هايلين بزاف. الحاجة اللي نكرهها فيها هي الرطوبة والحرارة، هذا ماك كما راكم تشوفوا منا سيركيلاسيون. دوك انايا باش نقطع خصني نروح من هذيك الطريق، باسكو جاية شوية كالم وطلع على برج التوأم. ايا خصني نروح نقطع هاك، نروح نقطع هاك ومن بعد ندور هاك، بعد ندور هاكا باش نلحق حتى للغاد. على كل حال معليش، ورانا نستمتعوا. قريمت، كنت راح نقطع الطريق وقريمت. رانا قطعنا، والله غير شعور جميل خالتي. زعما نقدر نقطع، ما فيهاش رايحة مرة، رايحة مرة. قال لك جري جري تسلك، لا نجرو. هيا نزيدو نروحو منا، والله غير سلامات خاوتي، ما كاش الغاشي تاع الطوموبيلات تما قطعنا الطريق. اوبا، ها السيارات الجميله خاوتي، ما يحبسوش الا هنايا، الله يبارك ما شاء الله. الحاجه الفرق ما بين ماليزيا وبقيه الدول الاسيويه هي انه لهنايا ما عندهمش بزاف المطوات. هنايا المطوات ما يستعملوهمش كيما بار اكزومبل تطبيق غراب اللي نستعملوه في اندونيسيا، في فيتنام، في بزاف دول اللي هنايا يستعملوا فيهم المطوات، تقدر تتنقل بالدراجه. هنا لا، هنا الدراجه يستعملوها باش يديروا ليفريزون تاع تاع الماكله برك. فبالتالي كلش بالطوموبيلات، عندهم قلال بزاف المطوات،
وبالتالي كذلك التلوث ناقص. الخاوة الآن رانا في نهاية شهر جونفي وراه قريب العام تاع العام الجديد الصيني، فبالتالي لهنايا في كوالالمبور بما أنه عندهم باش نمدلكم معلومة، كوالالمبور ولا ماليزيا عامة مكونة من ثلاث أجناس، كاين الماليزيين والهنودة وكاين الشناوة. يعني في أي احتفال من الاحتفالات تاع هذو الثلاثة، الماليزيين عموما يكونوا مسلمين، الشناوة يكونوا بوذيين، والهنودة يكونوا هندوس بالطبع. فبالتالي في 10 فيفري راح يكون العام الصيني الجديد، فبالتالي لهنايا في كامل الأماكن السياحية، في كامل الأماكن ماشي غير السياحية، تصيبوا هذو اللانترنز لهنايا اللي هما تاع الرمز تاع العام الجديد الصيني تاع الاحتفالات تاعهم. فبالتالي تصيبوهم في كامل الفنادق، في كامل الأماكن، لي ريستورون، في كاع البلايص. أيا هذه هي، ما على باليش شحال راح يقفلوا هذا العام. فبالتالي إلى على بالكم أنتم قولنا تحت في التعليقات. ورانا نمشوا الآن رايحين إلى برج التوأم، هاو كوينة بدا يطلع لينا راهو الغال. خاوة السلام عليكم، جينا لهنايا كيما راكم تشوفوا برج التوأم راهو هنا ورايا. أيا حبيت هكذا نهضر قدام الكاميرا، تسوالح هكذا راهم يدوروا في مخي. حبيت نقول لكم شوفوا ما على باليش هذا الفيديو اسكو راح نحطه هذا الأسبوع ولا لا. يعني اليوم رانا 30 جونفي 2024، واليوم قفلت 5 أشهر تماما بالتمام والكامل كيما يقولوا من اللي غادرت الجزائر. الحمد لله ربي وفقني باش بقيت نسافر، بقيت نخدم، باش بقيت ندير لكم محتوى. الحمد لله حاجه هذه فرحتني بزاف، لانه 5 سنين للور كان الهدف تاعي اني نغادر الجزائر ونسافر وندير محتوى وننجح وبزاف صوالح. مانيش نقول بلي نجحت، الله غالب مازال ما نجحناش خاوتي، راني بعيد كل البعد على النجاح، والدليل هو شحال عندي من ابوني هنايا تحت. ولكن خاوتي بالدعم تاعكم باذن الله الواحد الاحد راح نلحقوا لمراتب جديده ان شاء الله، وننجحوا ان شاء الله في المجال هذا ولا في مجالات اخرى. واش حبيت نقول لكم؟ حبيت نقول لكم خاوتي باللي شفتوا هذوك الفيديوهات اللي يخرجوا لنا الريلز هذوك تاع امن بروحك وامن بنفسك وتقدر تنجح وما تفشلش ولا تستسلم، انت تستطيع، تقدم الى الامام، تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. هذو قاع صوالح، قاع هذو خاوتي والله لا كاينين منهم خاوتي. قل لك في هذا العالم ما كانش الناس اللي فشلوا، كاين الناس اللي حبسوا، اللي there is no loser, there is quitters, there are only quitters. تما كاين الناس اللي يفشلوا في وسط الطريق، يقول لك خلاص ماهيش تاعي نحبس. ويا لا لا خاوتي والله غير تقدر تطيح وتنوض، تحب شهر شهرين في شهر تعاود تولي. هاي نهضر عليا انايا شخصيا في صناعة المحتوى، حبست بزاف خاوتي، كنت فشلان، مين داك تتلف لي بزاف، فوت يا ودي فوت واحد العامين يا خاوتي، عام 2020 و21 العام تاع الكوفيد. شغل الكوفيد جاني شغل مش عارف كيفاش نفهمكم، جاني في الوقت اللي دبرست فيه، شغل دبرست كاع، ماشي باسكو كنت مريح في الدار، دبرست باسكو صراو بزاف صوالح في هذاك الوقت اللي تلفت لي في حياتي كاع، وكنت عارف واش ندير. هذاك شغل ميساج للناس اللي زعما في عمرهم 20 21 22 عام ومازال تلفت لهم، حتى 25 26 عام خالتي والله غير سعفوها وصاي، سعفوها سيو خدموا على رواحكم. مانيش انايا باش نمد لكم هذاك التحفيز ومعمر واصل، مانيش واصل خالتي، نمد لكم نشارك معاكم يعني كيما يقولوا الجينوين، حاجه اللي نخمم فيها صريحه، شغل بلا حتى فيلتر، بلا هذيك موتيفاسيون، قاعد نشارك معاكم واش راني نخمم. اي بغيت نقول لكم باللي والله غير صراحه خالتي 5 سنين للور ما كنتش متوقع اني راح ندير هذه الخطوه، ما كنتش متوقع اني راح نوصل. الحمد لله خالتي، يعني قلت لي واش من 5 سنين، عامين، عام ونص للور كنت كان تلفت لي خالتي، كنت عارف واش انا باغي ندير، بصح ما كاش شغل الضوء هذاك حتى عنده عام ونص باش يبدا يبان. والله غير خالتي هذه هي. بغيت نقول لكم باللي السفر سفر مليح بزاف خالتي، ويولو كان تسافر خطره وحده في حياتك، ما مين كنت ما تحبش السفر، سي سافر لبلاد جديده على الاقل خالتي قبل الثلاثين تاعك، سافر خطره واحده على الاقل باش تشوف الدنيا، باش تشوف الناس كيفاش يخموا. ما ماشي لازم تسافر خارج الجزائر، سافر تقول في بلاصه بعيده فما في الجزائر، مثلا انت ساكن في وهران، سافر لقسنطينه يا خويا، روح لقسنطينة، شوف تاع الناس تاع قسنطينة اش ياكلوا، كيفاش يخموا، كيفاش يهضروا، الثقف من عندهم، اقرا التاريخ تاعهم، تعلم حاجة جديدة. إلا ديت فايدة واحدة من هذاك الفواياج راك تقدمت، لأنه يقول لك كي تفواياجي شهر واحد برك، راك راح تدي المعلومات اللي ما تديهمش عام كامل، شغل لو كان تريح في دارك عام كامل ماكش راح تدي المعلومات اللي تديهم في السفر. تما ايماجينو أنا دوكا خالتي عندي 5 شهور وأنا نسافر،
الحمد لله خالتي، كمية المعلومات، كمية الحكمة، كمية الاعتماد على النفس اللي تعلمتها في هذه 5 شهور كبيرة جدا. فخالتي على بالي بلي كثرت الهضرة، ولكن إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الهضرة. نسي نتعلم أني نهضر قدام الكاميرا مباشرة وما تتلفليش بزاف، باش نقدر كيفاش يقولوا في البوبليك سبيكين ما تتلفليش بزاف، راكم فاهمين. بالك الواحد هكذا يعرضوه كاش نهار في كاش مناظره ولا كاش انترفيو ولا كاش حاجه، ما تتلفلوش خاوتي، يقدر يجاوب بطلاقه. ودوك راني في بلاصه يعني بوبليك، راني في جاردان، راني في حديقه، الناس كاع راهم مدورين بيا وراهم يخزروا فيا، ولكن حاجه عاديه خاوتي. فكيما نشوف فيكم خاوتي، انت ولا انت اخويا نوض، تتف روحك، نوض، عندك هدف في حياتك، راك باغي دير حاجه في حياتك، نوض نوض، سيجي تعلم، قرا كيفاش ديرها، تحوس تدخل دراهم، ما قرا كيفاش تدخل دراهم، واش عندك في راسك، ما عندك حتى حاجه في راسك، تعلم حرفه، خير حرفه اللي تساعدك اللي تعجبك، خيرها تعلمها. والحرفه ماشي معناتها ماشي لازم تكون حرفه تاع مينويزي ولا سودر ولا بلومبي، هذو الحرف تاع الحياه الواقعيه، بصح كاين حرف ديجيتال، كاين حرف اللي تقدر ديرهم اونلاين، فيديو ايديتين، بروغراماسيون، تقدر دير فوتوغرافي، فيلم ميكين، كاين بزاف اشياء، بزاف حرف جديده تاع العالم الجديد اللي تقدر دير بهم دراهم وتقدر تخدم بهم حتى خارج الجزائر وفي اي مكان تروح ليه. فهذه هي خالتي، هيا زعما نقولوا بلي نص تعلمت حرفه وهذيك الحرفه ما عجبتكش، تعلم حاجه واحده اخرى، وقس تعلم وتسي حتى تطيح في الحاجه اللي تساعدك وتحبها، تحب تطور روحك فيها. هيا ومن بعد تعلم كيفاش تبدي تقدمها كخدمه، ومن بعد بشويه. على كل حال هذه شويه نصائح اللي انا نقدر ننصحكم بهم باسكو انا فت عليهم. ف الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ان شاء الله على باليش خالتي، على باليش. المهم خالتي ما تنساش ديروا لنا جامل تحت ابونو باسكو خاصنا شويه متابعين، اللي باغي يلحق 100,000 قبل ما تخلص 2024، والله غير سيريوس تفرواحكم، شاهدوا لي فيو اللي راهم يجوني، والله غير نشوف فيكم هنا. المهم خالتي كنت معول نمشي بزاف، تماك شرح هدرت لكم بزاف، دوكا خلاص درنا فاصل، دوكا نواصل، دوكا نروحو نشوفو الدعوة كيفاش دايرة. كيما قلت لكم ها وين برج التوأم لهنايا، بابا ما شاء الله سبحان الله، هاي كاين الفوارة هنا، دوكا نروحو نستمتعو خاوتي بالمكان. اها هاني مظلام، اصبروا، هاني عاود وليت خاوتي، متقلقوش هاني هنا، الله الحمد لله. أنا أرتيست خاوتي، عباكم التحفيفة اللي فاتت في فيتنام كسلني، هذا ثاني مكسلني شوية بصح خير من تاع الفيتنام. المهم هيا نعاودو نديرو هذه الساكوشة تاعنا ونقلعو، عاودو نمشو شوية لهنايا في قفزت على ورقة، بوب بوب بوب، أني هنا خاوتي صبرتو. هذا وين خاوتي بدات تنطلق البروده، هذا وين بدات تنطلق البروده، هذا وين بديت نحس بالبروده، راني نسيت بالعرق كيما راكم تشوف. المهم خاوتي اباكم الفلوغ اللي راح نديرو السمانه الجايه راح يكون على سنغافوره، وفي سنغافوره هدرت بزاف كيما هدرت في هذا الفلوغ. ايا راني نقول لكم الفلوغ الجاي تسمى شغل راح نحطو السمانه الجايه، بصح هذا الفيديو ما على باليش وين راح نحطه. المهم انا جي بونس نحطه قبل ما نبداو فيديو تاع سنغافوره. المهم هيا كيما راكم تشوفوا لهنايا دوك نولي نوري لكم الاجواء هنايا، ما تزيدوش تشوف. اوب 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 قلمت خالتي، غير طاحت لي الكاميرا، كون طيح عباكم بلي نموت لكم من لهنايا. المهم امين هنايا تصوروا، من الناس اللي هنايا تصيبوا بزاف ناس هنايا سياح قاعدين. ندخلوا للمول، شو ندخلوا للمول من هنا نعاودوا نخرجوا من الجهه اللي من الغاد، ما ندورش فيه باسكو ديجا شفتوا المول في الفيديو الاول كاع تاع ماليزيا. كم تشوفوا هذه الحياه تاع العام الصيني الجديد، هكذا تتخيلوا رواحكم راكم تمشوا معايا خالتي، راكم داخلين للمول معايا، على بالي بلي راكم تسمعوا فيا في وذنيكم، لو ماما ما تسمعونيش بصح معليش خالتي، انا راني باغي نهضر معاكم، باغي نشارك معاكم افكاري ونهضر لكم على الصوالح.
طيارنا داخلين. أهل الحج. أوه البرودة خالتي هذه، ندور لكم وجهي، أهدر لكم على البرودة اللي راني حس بها. ياه خالتي البرودة، أنا نعرق خالتي، عباكم إلى مرت إلى مرت. على جيلكم خالتي، خاوة سمحوا لي بصح على جيلكم. خلاص الحين عاود ندور الكاميرا، ما تقلقوش. أيوينا هذا السيكان اللي هنايا، الفتيات اللي راكم تشوفوا في هذا الفيديو هذو غاليين بزاف، هذو مكثرة اللي غاليين خاوتي، ما يديروش فيهم الأسعار اللي يكون في علمكم، تبسخروش. هاي هذه هي كما راكم تشوفوا لهنا ثاني، راهو كاين تاع العام الصيني الجديد، وشوفوا هنايا تحت ثاني. واه يبغوا شوفوا هذاك الغاد اللي رايح. نمشيو منا بصح المول تاعهم مكمل قرايته خاوتي، الله يبارك ما شاء الله. مش عارف شحال فيه من ايطاج، شوفوا 1 2 3 4 5 واحد 6 لي زيطاج. عباكم شو الغوثوني هاي تاعو نزيدو ندورو منا، خليها في خاطرك. دور لكم وجهي تشوفوني شويه ولا لا؟ هيا خلاص بزاف عليك، ندور لكم هاك. الروايح راهم هنا يا خالتي، انا ماشي شريحه من شو خالتي، ما كاش الاسعار والله ما كاين، هذه تشوفها غير منا من الفيترينه ما كاش السعر، بصح تدخل يقول لك الساك ب 100 مليون متنا. انا 100 مليون نشريها ساك؟ لا لا بو، انا راجل بينا بلا ما نشريش الساك، قصدي شغل تشريها كش واحد. هاي كوينه زارا خالتي، زارا رانا مقاطعينها، نحكي لكم حكايه خالتي، نحكي لكم حكايه ولا ما نحكي لكمش؟ هذاك النهار جيت لهنا يا ماليزيا، قلت نروح لزارا نشري حوايج، باسكو خاصوني حوايج ما عنديش خالتي، عندي نفس التريكاوات. ديجا خالي محمد الله يذكره بالخير، إذا كنت تشوف في هذا الفيديو ديديكاس، بغيت نقول لك باللي خالي قال ماما قالها معمره ويد صغير غير نفس التريكاوات، بدلوا له شويه، بحثوا له شويه تريكاوات. أي أنا قلت معليش مادام راني راح نريح نطول في ماليزيا، نروح نشري حوايج. والله يا خالتي غير دخلت زارا، باسكو زارا هما الحوايج اللي شغل ليدي تاع الحوايج اللي بغيت نشريهم كانوا في زارا. أيا واش درت؟ دخلت زارا شفت واحد الشوميزي هكذا عجبتني بزاف، أنا غير فتها قريت التيكي تاع زارا، تفكرت بلي رانا مقاطعين زارا خاوتي، زارا ما نشروش من عندها، عاود حطيتو خرجت من زارا ورحت للدار. أيا كاش والو، بعد نروح نشوفوا الاسواق تاع الشيفون تاعهم من لهنا، ياك شي واحد تما يشري حاجه منا، ولا نشوفوا كش ماركه هنايا تاع ماليزيا ولا. المهم عاد ندور لكم الكاميرا تشوفوا شويه الاجواء. اي غوتشي خاوتي، اسكو راكم حابين تشرو من غوتشي؟ شكون راهو حاب يتطوع ويشري من غوتشي؟ ما تشروش، عندهم بودي غارد عند الدخله خاوتي، ما تمسخروش، هذه تدخل ماشي 100 مليون، هذه 200 مليون. المهم رانا خارجين من هنا، على بالي بلي ما درت بكم بزاف لهنايا، بصح بركات خاوتي دور عند غوتشي، هاهي غوتشي دور عندها، ما جاياش. شوفوا هنايا اللي راكم كتشوفوا في وسط الاجواء. خاوتي الامطار بدات تتساقط وانا مانيش مغطي الكاميرا، هذا هو المومون اللي حبسوا فيه الفلوق خاوتي، سمحوا لي بصح ما فيهاش، انا ما ريسكيش دوك ندي مونطيها خبيها فشو. كان هنا وراح. على كل حال واش حبيت نقول لكم، هنايا نلحقوا لي نهايه فيديو اليوم اللي كان فيديو سمبل همبل، ما في حتى حاجه سبيسيال فيه، بون في حاجه سبيسيال اني شاركت معكم شويه افكاري، وحضرنا شويه دي سي جي ديب كيما يقولوا، فبالتالي هنايا نلحقوا لي نهايه الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ان شاء الله تكون فادتكم الهضره اللي هدرتها، ان شاء الله تكون موتيفيتكم واحد شويه هكذا بزاف. وهذا ما كان خاوتي، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، لما الله ما على بالي شو راح يكون الفيديو وراء هذا. ثم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.